ومخلصين جدا. ادي واحد منهم، واحد من النجوم الملتزمين اللي بيجوا معاهم. مبروك يا شريف، الف الف مبروك جمالا شريف. يعني شريف حقيقي لسه بقول دلوقتي لهاني ان كل اللي شاف الفيلم في العرض الخاص اللي كان موجود اول امبارح قالوا ان شيء جديد تماما. حتى انتوا كنجوم هاني مطلعكم مش شريف اللي احنا عارفينه، مش منى اللي احنا عارفينها، مش حنان، شكل تاني وحاله، الناس عايشه في حاله كده من الفيلم. عايز اقول لك مساء الخير. عايز اقول لك الفيلم حاله مختلفه تماما طبعا. وانا كنت زمان قلت بعض التصريحات الصحفيه كده انه ايه، انه سهر الليالي هيبقى ليه دخل في تغيير مسار دراما السينمائيه شويه. يعني يعني بمعنى ايه، مش هيغيرها انما هينبه، يعني منبه ان في نوع من الدراما تاني ممكن يقدم والناس تحبه بنفس النجوم اللي بيعملوا حاجات اللذيذه دي في الصيف، في الصيفيات اللي فاتت، السنين اللي فاتت. بس في حاجات كويسه جدا تانيه، والنجوم دول بيعرفوا يعملوا كده، فلازم نعمل كده. والبدايه جت على ايد هاني اللي انا فعلا بتمنى من قلبي. هاني وتامر لا الاول، ما انا بتكلم عنك انت الاول. يعني بتكلم عنك، ده خليه على جنب. هاني خليفه انا دايما بحب اتكلم عنه لان بحبه جدا كبني ادم وكمخرج. انا بتمنى ان ربنا يجمعني بيه تاني، لانه طلع مني حاجات انا ما كنتش شايفها، وكان امين جدا في شغله على نفسه، ومش زاحم الدنيا بافكار كتير. وبعدين لما تشتغلي معاه تلاقي انه راجل بقاله يمكن ده الفيلم رقم 10 في الليدر كليدر. يعني انا عايز اقول ان انت اشتغلت مع نجوم كبار ومخضرمين، يعني داود عبد يعني مش هنقول دول اساتذتنا الكبار، يعني واشتغلت مع مخرج لسه بيخرج لاول مره، يعني ما حدش لسه عارف اتجاهه ايه. ما هو بقى الجميل في الموضوع بقى انه بيخرج لاول مره، بس تحس انه بيخرج للمره رقم 15. كنتروله على اللوكيشن، دماغه في الشغل طول الوقت. في مخرجين بيحطوا مثلا ايه مواقف شخصيه بين الممثلين وبعضهم، بينه وبين الممثل، فيضايقوا في الشغل مثلا، او ما يهتمش قوي. لا ممكن يبقى متضايق مني، بس مستحيل يبوظ شغلك. لا يمكن، ما ينفعش. وده طبعا الأمانة. شيء جميل. شفت شريف منير ازاي في الورق؟ شفت شريف منير ازاي في الورق؟ قلت لك طلعت منه حاجات كتير. اول واحد في الورق اتكلم عن صاحب الورق، لان اتكلمت على هاني بقى. فالحاجه الثانيه بقى الجميله اللي ربنا كرمني بيها الاسلوب والكتابه والرشاقه في الكتابه والعدل في الكتابه. العدل اللي هي ايه، مش عشان ما زعلش حد، لا بالمسطره. العدل لا، مش حد بالمسطره. ممكن حد دوره يتطلب انه يبقى اقوى من الثاني او اعلى من الثاني حسب الدراما بتسوقه. انما انا عايز اقول ان الفيلم ده انا حاسس ان تامر كان بيكتبه وهو متدروش، متحضر ارواح فيه، لانه مش معقوله الشطاره في انه الواحد يتلخبط يلعب انهي دور، فاهمه؟ فانا مبسوط ان انا قريت ورقه، واتمنى اقرا ورقه تاني واقف جنب هاني خليفه تاني ونعمل سينما تانيه وسينما